الدرس كان صعب قوي يا اسطى. حصل حصل وطحينه. يا اسطى انت قلاش ليه كده؟ قلاش وكنافه. بعدين قول قول وفلافل. بقولك ايه، تسألش عشان عايز اكلمك صخور كده. وماله، خلاص انت الخسران. فاكر البت مريم؟ يا لهوي، هي مريم دي حد ينساها؟ مريم ايه، حلاوة ايه وفخاد. البت مكنة يا اسطى، مكنة بمعنى كلمة مكنة. المهم مالها؟ لا ابدا، ده كنت بفكر اخطبها. طب حصل خير بقى.